تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شلبي الإحدانات وحايلية دهي علماء السلفيين تاه الصومالي ده يكوى كلام حانكو كالقرانية جواب تيدو حايتاي مرقى كوبات سلفية دواعين لقراعو ودد إني محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي سواي مراني ومدن قيب تيدي هوري وإلهي سبحانه وتعالى عد الرعدة وددو ضمرتو أماني مركو يدي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. نبي قلنا عليه الصلاة والسلام ويري ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. سلفيده وكتاب كإلهي وقرآن يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة إن لو فسرته لو ندبقه لو دقنقليه سي النبي عليه الصلاة والسلام وفسري ودقنقليه ساس وكله صحابة سي تابعين تي أتباع التابعين صدح ذقرني إني محمد عليه الصلاة والسلام وقمر خاتك عاي خير بدنان تحق علمي عقيدة منهج كي عمل كبا ولي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلفية مركة ومنهج متبعة ومنهج للراعي وي وعلمي أهان يا عمل أهان بل الراعي عقيدة أهان يا دعوة أهان ما حزب اللي قاله سلفية سأحزاب تاسين كنا قانو وله دخول يخروج ميل وقف وكسوة قاله قور لغو الدارو والله قلادين وحبين وكان رغضو إيا قور لغا سارو مركة اللي دونا يدو وقفكي وحسكي بدلي حقا منهج كيسي عقيدة ساني جيرين فرقية بدن باو دحاية سلفية دا إيو حزبية دا علماء دون اين فرق بدن وحويانا الشيغين وايقاحين علماء السلفيين تي يكوة كالا وحياتكو كالا قران كرتو حكمي دا كو إنا دو يديسو عالم كا سلفي قادو قا التقاني اتكو كالسوان تاهاي سيدي وقت يدي هورابا ليسو ويدين كيري بدعادو مركي اي صواب احداي لقا بلابو سمو لنا رجالكم لورين كيري يا إن هذا العلم الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقفك الدين تلقى قادنا إياه ليس جهو بسنتيري أرين تأسوا أرين ما أنت آدو يراتي وحبا يسكوا دفرور مين وقفك عدو البوسكا دي سري عدو البوحو كقادنا إياه تأسي أو صابتا بدعادة إياه وحيابها منهج كي نبي يسحابة خلاف سندتك إياه آدو قد حفافان واحد كلاهات كوكا لقران كرتا سنة نور باد دوليا لا بدعادة مقدي باد دوليا لا أهل السنة وحي إليهين أصول يا منهج أن قرصونين إليهين منهج كاسية أصول شاسية يقفك هذا الكيس يدعو ديسا انت بك مقريسة تاسو كوي كتها يقفك اهتمام كوسين يتوحيدك داد كينو غييرو سفا فاسا شركة داد كينو غديقو سيساس وكالا كالا ديگان بدعادة هذه الشرالة قفك انو كهد ليو وداد كو غديقا ايو داد كخلافة منهج النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة ده إنه عدينا إياه إنه خلافين وهاي بالمرين وأنا أورانا هاي ندد كهل يسكت ده إياه ندد كويس كودا مسلمينه وبدعادة يحين ده هاي لقى لابتو أنا ساس وكلام كباقا هاي إنه يهاي ميدان سياسة دي إياه حساس وكلام كشغلونين وفي حكم كده بأرد إياه حكم يسقو الدنيا سأحزاب تشغل كود وياهاي وحتى سيعدين سينانو منهج كي صحدا نكو صعون وحلم إذا سيدا سوكاله إنو يهي قف كاسي قف علمي شريعة صافقة ها اهتمام سينية وحلو حويا اسكسارية دعوة دي سيني تايد دعوة دان كل حملاقنين دعوة دها سي منهج كودو آنو صحدا هاي نكو صعون وصوشي اي كو آساسا طي اما يكدل لسنين دعوة دا نبي جيني محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إن أنا ردتك وجو باقة هين حزبين يسوقلان، حزبنا أنو دفاع هين، أهل البدع أنو دفاع هين، ردتك وحقو باقة يا إتاي،
inay raacaan kitaabka ilaah iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam, isla markaa mar walbana uu ku darayo inay u fahmaan sidii ay salafku ay u fahmeen. Waad arki kartaa axsaabta qaarkood iyaga oo marnaba aan soo hadal qaadahayn kitaab iyo sunna inay sheegaan mooyaane fahamkii salafka iyo manhajkii salafka, qaarkoodna iyagoo arrinka noocaasiya dhalacaynaya ayaabaad arki kartaa. waana arinta ahlulbidaca in badan oo kamida lumitaanka sabab ugu noqotay, iyagoo kitaabka iyo sunnihii sheeganaya haddana inay lumaan, waayo si khaldan ayay u fahmeen amaba si ay u fasirteen suuri cabdillaahi ibni cabaas radiallahu canhu. ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina garansiiyo manhajka saxda ah, inagu sugo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala aynu kala kulmayno. wallahu aclam, wasala allahu cala nabiyina muxamed.